اغنيه جميله جدا جدا يا سيارة. عارفه انا عايزه اقول للناس ان الاغنيه دي ده جزء منها صغير، لان الاغنيه دي لسه هتنزل ان شاء الله قريب في الاسواق يعني. و في حد عرض عليك تمثيل؟ هي مش فاكر، واحده اسمها ايمان حاجه كده، هي اتصلت بيا ماشي وقالت لي ان هي هتخلينا امثل في المسلسل. لا واضح يا ساير ان انت باذن الله تعالى هتبقى نجم سينما قريب جدا ان شاء الله. تعرف ترقص كمان؟ حابب اصلا انك تمثل ولا حابب اكتر انك تكمل في غنى الراب؟ حابب ايه اكتر؟ نفسك اكمل إيه؟ في غنى الراب. سائر نورتنا وشرفتنا، وكل سنة وانت طيب. انت طيب بجد، احنا فخورين بيك، ويا رب كده ان شاء الله للامام كده، ومامتك وباباك يفضلوا يشجعوك كده ان شاء الله، وتبقى حاجة عالمية مش بس بافتكرنا بس. بافتكرنا يا سائر بس. بسم الله ما شاء الله، انت باذن الله انت ممثل قريب جدا، هتبقى ستار كمان ان شاء الله. ان شاء الله. جود لك يا سائر. مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض السائر، وسائر لسه عنده على فكره كتير جدا، بس لولا ان وقت الفقره صغير لسه في الشعر كان الحلمنتيشي، ولسه في حاجات كتير جدا سائر بيعملها، بس اكيد يعني ان شاء الله يا رب يكون موجود معنا مره تانية عشان يقدم لكم اكتر واكتر. وبجد بنتمنى له كل التوفيق الفتره اللي جايه. وعايزه اقول حاجه بس يا اشرف، عايز اشكر مامته وبابا بجد على اهتمامهم بانه ان هم ازاي ينموا طفل وينموا الموهبه بتاعته انها تبقى توصل للشكل ده. بجد شابو ليهم وشكرا ليهم بجد على الجنريشن الجديد. ونتمنى ان الامهات والابهات لما يكشفوا حاجه فعلا فنيه او حاجه مش فنيه، حتى سياسيه ثقافيه علميه في الاطفال، ان هم يظهروها. عايزين يبقى في فرق ما بين قبل 25 يناير يا جماعه وما بين بعد 25 يناير. نبص للإيجابيات، نهاركم دايما سعيد. فاصل وراجعين.